اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ونبدا بالعناوين. اقرا في العرب الجديد: العراق ميليشيات مسلحه تواصل استهداف المدنيين تحت غطاء الثار العشائري. جاء في المدى خلافات داخل الاطار التنسيقي بعد انتهاء مهلته لمفوضيه الانتخابات. نتصفح في الزمان: بوادر لحل أزمة الانتخابات وسط ترجيحات بحسم الخلافات قبل مصادقة المحكمة الاتحادية. ونتصفح في الشرق الأوسط: السعودية تستدعي سفيرها في بيروت وتقرر وقف جميع الواردات اللبنانية. وفي النهار العربي كذلك: بعد السعودية خطوات خليجية عقابية مرتقبة ضد لبنان. ونقرأ في القدس العربي: السودان تظاهرات مرتقبة تنديدا بالانقلاب، وأمريكا تدعو لعدم استخدام العنف. وجاء في اندبندنت عربي: عقوبات أمريكية على برنامج الطهران للطائرات المسيرة. عن مسلسل داعش وماعش: فجأة عاد تنظيم داعش لينشط من جديد في العراق. لم ينشط داعش يوما من دون تحريك له من بعيد كبيادق الشطرنج عن طريق النظامين الإيراني والسوري. في النهاية خرج قادة الدواعش من سجون عراقية سورية في وقت كان مطلوبا فيه إظهار النظام السوري في مظهر ما يبدو أنه يحارب الإرهاب والتكفيريين ويقف أمامهم وضدهم. خير الله يقول في موقع ميدل إيست أونلاين أن عودة تنظيم داعش في العراق هي ضرورة إيرانية ملحة. يبدو مطلوبا في الوقت الحاضر أخذ العراق إلى مكان آخر وإظهار أن لا حياة للعراق ولا مستقبل له ولأبنائه في غياب الحشد الشعبي الذي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة، هو وأحزاب إيران. بكلام أوضح: لا حياة للعراق ولا مستقبل له من دون دور إيراني فاعل على كل صعيد، ومن دون سيطرة إيرانية على الحياة السياسية والاقتصادية في البلد. هل أفضل من عذر اسمه داعش ومجازر يرتكبها في ديالى وغيرها لتبرير الحاجة الماسة إلى الحشد الشعبي ودوره؟ لم تناسب نتائج الانتخابات الأخيرة إيران، على الرغم من المواقف المتقلبة لمقتدى الصدر الذي صار يمتلك أكبر كتلة برلمانية في المجلس النيابي الجديد. من هذا المنطلق لم تعجب نتائج الانتخابات إيران، مطلوب تغييرها بالقوة أو عبر إعادة الحشد الشعبي إلى الواجهة بصفة كونه ضرورة لا مجال لتجاوزها من أجل مواجهة داعش الذي استعاد نشاطه بقدرة قادر. ثمة فرصة لا يمكن لإيران إضاعتها، برزت هذه الفرصة أمامها بعدما قررت الإدارة الأمريكية الانسحاب من المنطقة تدريجيا. وجدت إيران أن هناك فراغا لا بد من ملئه، لذلك نجد كل هذه الأفعال الهجومية التي تمارسها طهران، أكان ذلك في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن. الكاتب يضيف أنه ممنوع على العراق والعراقيين استعادة توازنه بين إيران والدول العربية، وممنوع كذلك على العراق أن يتنفس بفضل انتخابات أو أي أمر من هذا القبيل. ممنوع على العراق أن يقول بالفم الملآن أنه العراق وأن إيران هي إيران. لكل هذه الأسباب صار ظهور داعش مجددا ضرورة إيرانية من أجل منع استعادة البلد لا أكثر. منذ أن أقحمت الديمقراطية في العراق بعد 2003 انقسم العراقيون إلى فريقين: فريق تصور أن الديمقراطية آلية حقيقية يمكنهم من خلالها أن يختاروا الأفضل والأجدر لتمثيلهم، وفريق آخر
آمن تماما بأن الديمقراطية لا يمكن أن يكون وأن يكون طفلا صالحا طالما أنه نشأ في ظروف غير صحية وغير شرعية كذلك. جاسم الشمري يتساءل في موقع عربي 21، هل المشاركين بالانتخابات هم فعلا يميزون بين الصالح والطالح أم أنهم ذهبوا وفقا لطوفان أو لسياسة التبعية التي تخدر معها أدوات التفكير؟ بداية يمكن القول إن غالبية الناخبين مع الأسف لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضوج الفكري والسياسي القادر على التمييز ما بين الحالات السلبية والجيدة، ولهذا فإن خلافات القوى الكبيرة حول نتائج الانتخابات قفزت على إرادة المقتنعين بالديمقراطية، وهي صراعات لاحتكار السلطة لمصلحة قوى تغولت في كافة ميادين الحياة بإرادة خارجية بداية وبتغافل دولي عن ممارساتهم الترهيبية بمختلف الأسلحة في المراحل اللاحقة. وهذه الأسلحة المختلفة المسكوت عنها هي التي نشرت الرعب والخوف وقتلت الديمقراطية وسلبت إرادة وفكر واختيار المواطن، لتتشكل لاحقا تحت مسمى الديمقراطية في دولة مرهقة. وهذه الأسلحة المنفلتة ظهرت بصورة جلية يوم الأربعاء الماضي بمحافظة ديالى، وقد بدأت الفتنة باختطاف عناصر داعش لأكثر من 10 أشخاص من قرية الرشاد، وبعدها نفذوا هجوما ساحقا على ذات القرية. هذه الحوادث المركبة تلتها بعد عدة ساعات عمليات انتقام ميليشياوية ضد قرى الإمام والعامرية والميثاق الأولى والثانية المجاورة، ونتج عنها قتل 9 أشخاص وتهجير 350 عائلة وحرق لمنازلهم ولجميع ممتلكاتهم بفتنة طائفية مقيتة رافقها صمت حكومي مريب وتحكم ميليشياوي إرهابي واضح. الكاتب يرى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو في مستنقعات الرشاوة والإرهاب والجوع والفقر وعدم الاستقرار، فالديمقراطية العراقية غير صافية وفيها مليارات الشوائب، فمن سينقيها ويعيدها لمسارها الديمقراطي الأصيل؟ أعلنت الأحزاب والميليشيات الرافضة للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق والتي أجريت يوم 10 من الشهر الجاري حالة النفير العام حتى يتم إلغاء تلك النتائج. محمد السعيد إدريس يقول في صحيفة الخليج الإماراتية إنه لم يعد خافيا أن العراق يدفع دفعا نحو هاوية الخطر. عندما يحاصر المحتشدون الرافضون للنتائج التي جاءت بها صناديق الاقتراع، وعندما يطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات وتحديد موعد آخر لإجراء انتخابات بديلة، لا لشيء إلا لأنهم لم يحصلوا من الانتخابات الأخيرة على ما كانوا يأملون لاستمرار فرض سيطرتهم على السلطة. هذه الحشود التي تديرها وتحركها الكيانات والأحزاب التي أخفقت في الحصول على الأصوات التي تؤهلها للفوز بمقاعد كبيرة في البرلمان تمكنها من الاستمرار في الإمساك بالسلطة والقرار. تطالب بإعادة فرز الأصوات يدويا بدلا من العد الإلكتروني الذي تشكك في نزاهته وجديته. مفوضية الانتخابات أعلنت أن إعادة الفرز اليدوي لن يغير كثيرا في النتائج، وأنها من المقرر أن تنهي جميع عمليات إعادة العد والفرز تلك وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها من المحكمة الاتحادية نهاية الشهر الجاري. وهذا يعني أن العراق في طريقه إلى مواجهة أيام عصيبة إذا جاءت الانتخابات النهائية للانتخابات بعد المصادقة عليها من المحكمة العليا على غير هوى الأحزاب والفصائل الرافضة والمحتشدة على أبواب المنطقة الخضراء والتي تلوح باقتحام هذه المنطقة والدخول إلى مجلس الوزراء ومكتب رئيس الحكومة والسيطرة عنوة على السلطة في خطوة قد تكون بمثابة انقلاب إذا ما قام الحشد الشعبي وفصائله بذلك الدور.
أيام عصيبة، يختتم الكاتب بالقول إنها أيام قليلة عصيبة ربما، لكنها ستكون مهمة وحاسمة في تحديد أي مستقبل ينتظر العراق بعد الانتخابات. لأن تمكن الفائزون في الانتخابات لن يتمكنوا في الانتخابات الأخيرة من تشكيل حكومة أغلبية، وفي المقابل فإن الخاسرين لن يذهبوا إلى المعارضة، فما من شيء اسمه المعارضة في معادلة النظام السياسي العراقي. فاروق يوسف يقول في صحيفة النهار العربي إن هناك اختراعا عراقيا اسمه الكتلة الأكبر، وتلك وصفة ستكون القاعدة القانونية لإفشال نتائج أي انتخابات بغض النظر عن مستوى نزاهتها ومدى الإقبال الشعبي على المشاركة في الاقتراع. ذلك يعني أن تلك النتائج ستذهب إلى الأرشيف من أجل أن يحتفظ النظام السياسي بتوازنه المقبول الذي يضمن استمرار مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية التي هي في حقيقتها محاصصة بين الأحزاب التي تحتكر من دون غيرها تمثيل ما سمي في الدستور العراقي بمكونات الشعب العراقي. يكفي أن تحصل أي كتلة حزبية على عدد من المقاعد في مجلس النواب لكي تجد الطريق أمامها سالكة لتكون جزءا من تحالف سياسي تتشكل من خلاله الكتلة النيابية الأكبر التي تطلع بمهمة اختيار بل وتعيين رئيس الحكومة المقبلة والتصويت بالإيجاب على وزراء تلك الحكومة. من كل ما مضى يمكنني القول إن الطبقة السياسية العراقية نجحت في أن تفلت من استحقاقات الديمقراطية الصارمة وبلورت نوعا من الهدنة بين فرقائها الذين لا يجمع بينهم شيء سوى المنفعة من إمكان استمرار نظام المحاصصة، وبسبب جنوح ذلك النظام إلى إطفاء بعد استعراضي زائف على سلوكه من خلال استعمال المفاهيم السياسية الفارغة من معانيها، فقد صارت الديمقراطية التوافقية عنوانا لتلك الهدنة. فأفراد الطبقة السياسية في العراق يعتبرون وجودهم في السلطة واحدة من ثمار الديمقراطية في كل الأحوال، إن اتفقوا أو اختلفوا فإنهم ديمقراطيون. الكاتب يضيف أن ما يشاع عن الديمقراطية التوافقية في العراق إنما هو تعبير عن انفراد الأحزاب الطائفية والعرقية نفسها بالسلطة واحتكارها العملية السياسية، ما يمنع إدخال أي تعديلات إصلاحية تذكر على النظام السياسي الذي يجدد نفسه بنفسه من طريق الحذف والإضافة في حدود ضيقة. ماذا يجري في لبنان؟ لا أحد يجهل أن الأرضية المشتركة التي يحتاج إليها لبنان واللبنانيون هي الاتفاق الوطني على بناء دولة يستحقها اللبنانيون بعد أن يعملوا على إنقاذ البلد من هاوية الأزمات العميقة. رفيق خوري يقول في صحيفة إندبندنت عربية إنما تعمل له جمهورية الملالي في إيران التي أنشأت حزب الله وسلحته ومولته هو قطع لبنان عن شقائه العرب وربطه بالمشروع الإقليمي الإيراني الذي اسمه المستعار محور المقاومة والممانعة. ليس تهديد حسن نصر الله لحزب القوات اللبنانية وكل اللبنانيين الرافضين لمشروع الإيراني بمئة ألف مقاتل سوى جانب من دور رباعي يلعبه حزب الله، دور الهيمنة على مؤسسات الدولة، دور ترهيب الوطنيين اللبنانيين من الطوائف كلها وقمع أي صوت معارض داخل الطائفة الشيعية، دور التهجم المستمر على السعودية وبقية دول الخليج والتهديد بضرب الوجود الأمريكي من أجل أن يصبح لبنان معزولاً عن العرب والغرب، ودور الانخراط العسكري والأمني في حرب سوريا وحرب اليمن ومساندة الحشد الشعبي في العراق وتشكيل جمعيات تعمل في مجالات معينة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. والصوت الصارخ منذ مدة هو داعي لبنان إلى الاتجاه شرقا. لماذا تحت يافطة شعارين الانتساب الكامل إلى محور الممانعة
والبحث عن مساعدات وأسلحة واستثمارات من إيران والصين وروسيا. وهذه تمارين في العبث، فالصين وروسيا في هذا المحور وليس في بلدان المحور سوى الحروب والأزمات والفقر والخضوع لعقوبات أمريكية ودولية. والمثال السوري أمامنا ناطق. سوريا من أهم الأركان في محور الممانعة، وفيها إيران وروسيا عسكريا واقتصاديا والصين اقتصاديا، لكن هذه الدول عاجزة عن إعادة الإعمار في سوريا. وبحسب الكاتب فإن ما يقلق أمريكا وإلى حد ما أوروبا ويزعج دول الخليج ومصر والأردن هو سيطرة حزب الله على المؤسسات وتسليم التركيبة الحاكمة له بأن يضع قرار الحرب والسلم في يده ويلغي الهامش الذي كان يفصل بين موقفه وموقف لبنان الرسمي. وما يجري في السودان؟ إذن حدث الانقلاب العسكري الذي كان يخشاه سودانيون كثيرون وتوقعه بعضهم على شكل انقلاب زاحف بين مزدوجين، لكنه انقلاب أطاح فيه العسكر شريكهم المدني في السلطة ونفذه القادة العسكريون أنفسهم الذين ترأسوا مجلس السيادة الانتقالي. عمر كوش يرى في صحيفة العربي الجديد أنه إذا كانت المرحلة الانتقالية في السودان قد شهدت أخطاء وعثرات عديدة، إلا أنه ليس مقبولا إطلاقا أن يتم جعلها مسوغا للقضاء عليها. الانقلاب الجديد سيدخل السودان مرحلة أخرى قاتمة من الحكم العسكري تنذر بانزلاق نحو مسارات مجهولة ووجهات مظلمة، ولا ينهي استيلاء الجيش على السلطة بالقوة المرحلة الانتقالية برمتها، بل يعمق الخلافات والانقسامات بين القوى السياسية السودانية، ولا يعمل على تصحيح مسار الثورة حسب ما يزعم قادة الانقلاب ومناصروه، بل على وأد ممكنات الانتقال الديمقراطي. لذلك لن تنفع محاولات تمويه الانقلاب وتزيينه والتذرع بمختلف الحجج الواهية من أجل تبريره، إذ إن حماية البلاد وحل الخلافات بين الساسة لا يتمان عبر اعتقال وزراء بثياب النوم، ولا عبر قرارات وإجراءات تقضي بإنزال الدبابات والمدرعات إلى الشوارع وإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والحكومة. وليس صحيحا ما أعلنه قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان في بيانه التبريري عن التزامه بإكمال مسار الثورة وتمسكه بالوثيقة الدستورية، لأن ما قام به تمزيق لهذه الوثيقة التي اضطر العسكر لتوقيعها تحت ضغط قوى الثورة وناسها، وتمتد الذرائع التي قدمها الانقلابيون إلى تصوير انقلابهم أنه خطوات تصحيحية تهدف إلى إنقاذ السودان من خطر وشيك، وأنهم ما يزالون متمسكين بتقاسم السلطة، ولا تصمد هذه الحجج والمبررات أمام الوقائع التي تشي بأن العسكر خان الشراكة التي قبلها المدنيون مكرهين. الكاتب يضيف أن معاناة السودانيين ستستمر ويستمر معها نضال القوى الديمقراطية ضد أنظمة العسكر، وما يعزز الأمل أن الملايين التي خرجت إلى ميادين التظاهر مطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني بدأت تعود إلى الشارع فور إعلان حالة الطوارئ، وبالتالي لن يوقف الانقلاب العسكري تجديد وعود ثورة السودانيين واستئناف مسيرتهم المخضبة بالدم نحو الديمقراطية. وفي خبرنا اليوم بعيدا عن السياسة، تضع وزارة السياحة الفلسطينية لمساتها الأخيرة لافتتاح لوحة فسيفساء تعد الأكبر في العالم بمساحة تصل إلى 827 مترا مربعا، وتقع بقصر الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية. وعلى مدار 4 أعوام ونصف العام من العمل، استطاعت الوزارة بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبتكلفة وصلت إلى 12 مليون دولار بناء سقف بمساحة تقدر بحوالي
2500 متر مربع بعد أن تهدم السقف الأصلي بفعل زلزال ضرب الموقع عام 749 للميلاد، وأنشأت كذلك داخل القاعة ممرات داخلية جسور خاصة بالزوار والسياح بهدف الاستمتاع بمشاهدة اللوحة دون أن يتم ملامسة الفسيفساء. ويقول إياد حمدان مدير مكتب وزارة السياحة في مدينة أريحة إن مشروع سقف اللوحة هو أحد المشاريع الفريدة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي بالعالم، وأشار كذلك إلى أن المشروع يهدف إلى فتح اللوحة أمام السياح والحفاظ عليها من تأثير الجو كالحرارة المرتفعة والأمطار وغيرها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.